مساء الخير عليكم ولا صباح الخير عليكم. بونسوار ميسيو طاماجي الفلاح، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا معكم، جيسبر راكم ملاح لي جان. الور جاني الضحك، علاش؟ خاطش درت فيديو تاع هشام عبود في لاباج فيسبوك تاعي، قعد مع واحد تاع الماك في قهوه تاع فرنسا، ضربو تاع لافرونس وضربو تاع الماك. حاول درت انا هضرت على عبود هشام، ما شوفوا ضربوا فرنسي مع شوف مع الخبات تاع الماك اللي حبوا يقسموا الجزائر وضربوا تاع الاستعمار. كان انايا ما نقعدش نقعد معاهم بالك نقصروا هنايا، بصح نقول لهم ما تحكليش ضربوا فوق ظهري، ضربوا فوق ظهري ما تصورنيش بهم، انا نحي نقصر معاك. الا كان جاك لو بريزونتي ضربوا تاع الماك وتاع فرنسا بغيت تهضر معايا نقول روح الله يسهل عليك، ديكو باسكو البلاد جبناها بالدم ماشي بالكوفريت، دونك الدم هذاك نقاد روح. هذه حاجة الأولى قبل ما نكسرو، قبل ما نهضرو هذاك الدم نقاد روح. أوكي، ألو جزمو لي زانتيغريست، لي زانتيغريست كابيل، خاطش كاين لي زانتيغريست إسلاميك عربيك ولي زانتيغريست كابيل، هذا هو المشكل اللي أنا فيه دركا. قال لك كيفاش ومنا وهشام عبود، بعث لهم تصويرة تاع كابتور ديكرون تاع ديسكسيون في الميسنجر بالتليفونات تاعهم، يعني سعيد بوتفليقه مع هشام عبود، ميساج دامور يتبادلوا الحب وميرسي وبدا ديرو باسبور. زادوا زعفوا قال كيفاش هذا هشام عبود ما نعرفوش شنو خابيت هذاك، شوف انت هضره بدا الامال تي في كي كشفنا على القطر وكذا قلبها مع سعيد بوتفليقه، واللي يقول لك الرئيس بوتفليقه يقول مروكي ما لازمش يقول مروكي عيب، وين على بالهم هو اللي كان يقول مروكي ونكشف لكم باللي مروكي توخو. بصح هاد الناس اللي جاو كيتبعوا هاد لي فيديو تاعي شغل ما شافوش لي فيديو اللي تم قبل عليه بلي براف، كيفاش كان يهضر على بوتفليقة كيفاش ولا يهضر عليه تحير. دونك دخلوا لي درابو امازيغ ما نعرفوش شنو الامازيغيه وانت كنت الامازيغ بطاطي انت مع قايد صاف تو تسوي تيكي تاع انت مع قايد صاف دغيا انكرويا شعبيه. قالك الماده 7 ماده 8، ماده 7 ماده 8 تبدا هذا الغاشي هذا ويتمسخر من داهم. هادي جوج تالتة درت لهم اسيدي قلت لهم معليش كريم بالقاسم يخطب على لونيتي ناسيونال بالقبايلية ودير درابو نتاع الجيري تحتو شوفوها باش نعرفوها من داهم. اوكي هدا كريم بالقاسم قبايلي بلاد القبايل يخطب رباط لا ريفوليسيون الجايه فونداتور تاعنا فعلا تاع 54 رجال من رجال عظماء تاع البلاد يحضر بترابو تاع الجزائر ماشي ترابو تاع الامازيغ. جاوت جينيراسيون جابوا لنا ترابو جديد قال هذا هو ترابو تاع الامازيغ. اوكي يا با بروبليم ماشي مشكل ديسكوتي اون فا ديسكوتي يا اخي، انتم تحبوا الديمقراطيه ولا الديموكراسي؟ فوز دي جون تري دي تري ايفولوي لي كابيل هادو اللي يقول لك حنايا الامازيغ والماكيزم تري ايفولوي نو انتوما انتوما شغل كواش شغل كي شغل كيبيكوا شغل هكذا انتوما جايين داير روحكم هكذايا. احنا مانا ديسكوتون با ديسكوتي، علاش تسبوا وتضاربوا معايا؟ علاش بوخو تما انتوما كيما لي زانتيغريست وكيما الدولة كنت تهضروا عليهم لا ميم شوز، طبيعة وحدة الجيريا انتوما تقولوا احنا ماشي الجيريا، الجيريا نتايا عقلية وحدة ما كانش ديسكوسيون ما كان والو، رايي هو اللي يمشي سي بور سا حنا للدرجة هادي. On va discuter, c'est tout, on va discuter, on va voir. Pour le cas, Amazir, drapeau d'Amazir culturel. Alors, nous avons deux projets pour nous faire un film. Ou le Jish Rwatani Shabi, là où il y a un film. Parce que le Jish Rwatani Shabi, il y a un send le Jish. Il y a un salah ou il y a un d'accord. Il y a un salah, il y a un d'accord. Limiter le Jish, il y a un send. Même si je suis d'accord avec Hajat, شو با داكور معاه في كلكو تريك، مي الجيش الوطني الشعبي مكون من كاع الجزائريين، حنا اوني دي زالجيريان جزائريين ما رانا لا عرب ولا امازيغ، هادي فوت دخلكم في راسكم، فينا العرب وفينا الامازيغ وفينا لي بورتوغي وفينا لي اسبانيول وفينا مخلطين بالدنمارك مخلطين بلي زاميريكا مخلطين بلي زيرلوندي بلي زونجلي كلش، هذا هو الشعب الجزائري، هادي هي لا ناسيون نحب نبني انا، شعب جزائري ما راهو لا عربي ولا امازيغي، فهمتوا؟ هاد المكونات هادو كما يقولوا استحفظوا بهم
نخلوهم في بلادنا ونستحفظوا بهم. سما كولتور تاع الجي مخلطه هكذا، بصح الناسيون الجيريان ما يدخل لي حتى واحد من الاكستيريور، ما تجيب لي لاكوست حتى واحد اخر من الاكستيريور. الوغ كاين دو بروجي انتيغريست في البلاد، دو بروجي اكسبونسيونيست، دو بروجي اللي حابين يكسروا الجزائر افيك لاد دو موساد لاد تاع لا فرونس هكذايا، هما اللي راهم يخدموا في هذه الخدمه مع الاسلاميين ومع القبائل اللي يقول لك حنا هما رايحين ندور الجيري ولا الجيري حنا اوني ان بوبل ابار اون كولتور ابار. تسمى الشعب الجزائري هذا نورمال كامل اللي ماشي قبايلي، الاقصاء. ومن بعد يقول لك علاش العربي راهو يعفس عليا؟ تسمى دوك دارت الناعوره كانوا العرب وما يسبوا وكذا من هنيك درنا عليهم، دوكا وليتو نتوما تقولوا حنا كلش باقي ما كاين والو. تسمى نتوما راكو تعطيهم في المغنى، حنا اوني دي الجيريان، ستادير عندنا بروجي الجيريان، ما راهو لا امازيغي ولا عربي. الله عندك نص عرب هذوك العروبه والاسلام يحوسوا الخلافه الاسلاميه ولينيتي عرب والخلافه، ومن جهه اخرى هادو زعما لي كابيل اللي يقول لك حنا خاطينا وكتبنا ليك، يحوسوا كانا على لونيون دي بربر افريك دي نور، تسمى خلافه امازيغيه. تسمى انا في بروبليم بين الخلافه الاسلاميه والخلافه الامازيغيه دركا، تسمى جيش راه في هذا البروبليم هكذايا. دوك نوريها لكم، شوف نعطيكم برك مؤتمر الامه مثلا هذوك تاع تركيا اللي معاهم راشاد وكذا، باش تشوف هكذايا مع لي تيروريست قاعد ارجيريا زي بورتلا هاوليك. هادو مؤتمر الامه، هادو مؤتمر الامه وشنو البروجي تاعهم؟ خلافه والربيع العربي والثورات العربيه ونحو كاع الانظمه ونديرو كاع دوله واحده، هذا هو البروجي ديالهم. تسمى الجيري نيكزيست با، الجيري ما نهضروش عليها، نهضرو على الشعب برك. لي فرونتيير درابو ليستوار كدا نحيوها نردوها تاع العرب وتاع التراكا تاع الخلافه، نحلي فرونتيير كما كان يقول عباسي مدني في 5 جويي وريتها لكم. نو احنا ندو الحكم، نديرو الكتاب والسنه، نحلو لي فرونتيير، نروحو نحرو فلسطين وافغانستان والهند والباكستان ونولو احنا كاع دوله وحده خلافه تحت رايه وحده، هي رايه الخلافه لا اله الا الله محمد رسول الله، هذيك هي الرايه. الرايه لي تري امبورطون ان درابو لي امبورطون، يا با دو فيمي سون فو، يا با درابو سون اوبجيكتيف بوليتيك. نحيو بدماغكم هذه، ما تجوش تبكلوها لي لي انايا. هذاك لو درابو تاع الامازيغ il est plus dangereux que le drapeau de la marque. Et non, c'est dit. Parce que le drapeau de la marque, fait à ce là, on a un drapeau qui n'existe pas en Afrique du Nord. Un seul drapeau de la marque. Contrairement au drapeau de l'islamien, il y a un drapeau de l'islamien, l'irhab ou la politique ou la politique ou la politique. Le marque a un drapeau de la marque. Il y a un drapeau de la marque, il y a un Algérie, il y a un drapeau de la marque, il y a un drapeau de la marque, il y a un drapeau de la. ويمشي مع الصهيوني ويقول لك انا مع لي باب محقورين. شوف ديك لا بوليتيك هو باين هكذايا، بصح لو درابو امازيغ إلي بلو دونجورو. الدرابو هذاك تاع الماك علاش إلي بلو دونجورو؟ باسكو لو درابو امازيغ هذا واش راهو يدوموندي كيما الخلافه الاسلاميه، يونير كاع لي باب امازيغ دافريك دو نور، يديسلوكي لي بيي يكسروهم. دوك نوريها لكم باش تشوفوها. هذا يعيطولو لو كونغري مونديال امازيغ، سيت اوفيسيال دو كونغري مونديال امازيغ، او ان جي انترناسيونال دو ديفونس اي دو بروموسيون دي دروواز انديفيدويل اي كوليكتيف دي امازيغ. امازيغ سيت غادي نتوما هاد الدرابو هذا هو شي يمثل لي دروا امازيغ سيت. اوكي شوف تبعو مليح. هل الكونغري هذايا مونديال امازيغ ما يستعرفش بالالجيري؟ ماشي الماك هذا، خلينا من الماك نهضروا. هادو اللي يقول لك نو درابو ما كان والو، هذا هاد درابو هذا عنده بروجي موراه مساند مع لي زون جي انترناسيونال لونو لا كوميونيتي اوروبيان هنايا. دوك نشوفوه مليح. Le Congrès mondial amazigh est une organisation internationale non gouvernementale, ONG, regroupant des associations socioculturelles et développement berbère, aussi bien d'Afrique du Nord et de la diaspora. Son objectif principal est la défense et la promotion des droits
et les intérêts politiques, économiques, sociaux, culturels et linguistiques des Berbères, c'est tout. C'est-à-dire, à des organisations à Douma, d'ailleurs, le Congrès mondial amazigh a pour mission de porter la revendication berbère au niveau international en informant et en sensibilisant l'opinion publique internationale des peuples. Les États démocratiques et les ONG œuvrent dans le domaine des droits de l'homme, en interpellant les organisations internationales officielles telles que l'ONU, l'Union européenne, le Conseil de l'Europe et l'Union africaine. Le CMA s'est également donné pour mission de coordonner et soutenir les actions et projets des organisations de la société civile et des militants œuvrant sur le terrain dans le domaine de la défense et de la promotion des droits des Berbères. Le Congrès mondial amazigh est né de la volonté des Berbères de se doter d'une structure de coordination et de représentation à l'échelle internationale indépendante des États et des partis politiques. Cette idée vieille de plusieurs années s'est concrétisée le 1er, 2 et 3 septembre 1995 à Saint-Rome de Dolan, en France, lors d'un pré-congrès qui a réuni une centaine de délégués d'associations berbères venus des pays d'Afrique du Nord, d'Europe et d'Amérique. Cette rencontre historique a donné naissance à une organisation internationale appelée Congrès mondial amazigh, dont le siège se trouve à Paris. Une organisation mondiale, même qui vient pour le tacle à la communauté européenne, l'ONU, ou les droits de l'homme, ou quoi, bêche, c'est qu'il faut l'Algérie, rire les problèmes d'un amazigh ou les berbères. C'est-à-dire, vous n'êtes pas solidaire du peuple algérien. Qu'il y ait une tomane à Jifle Mizéria pour le désert. Qu'il y ait une tomane à Jifle Mizéria pour le désert, 40 millions. Douma, trop l'étranger, bêche, tu colorer les berbères. Tu m'as un algérien, mais à la belle que je suis bien. كيفاش تحب نكون على بالي بك انا؟ مش كنت على بالك شبيا انا كان على بالي شبيك نهار تولي على بالك بيان ولي على بالي بك شتو العفسه وانا راهي دونك تجي تقولوا لي درت انا تدنا طنجيري ندور عليك شوف تخرج من لي فرونتير تاع طنجيري ندور عليك تكون واش تكون وهذا الفيديو هاي درت صافي تري لونتون ديجا درت عليها الكونغري مونديال الامازيغ اتونسيون الناس اللي تبعوني يعرفوا انا ما رانيش مع الامازيغ ولا مع العرب انا راني مع الجزائر الجزائريه فهمتوا اذا كنت فاهموا الخليه اللي نفهموهاش اون نوفيل ناسيون افيك ان نوفو بوبل كاش باش تعرفوا العقليه تاعي انايا مانيش نحل نشيت لكم ليكم ولا نشيت للعرب انا نشيت للجزائر انا نحب بلادي ولا هو حاكم البلاد درك ولا هو حاكم يونيتي دو لا ناسيون سي بيان الجيش الوطني الشعبي هو اللي هو حاكم لا ناسيون باسكو في كاع المكونات تاع لا ناسيون كاين الانضباط في الجيش الجزائر او الاعلام هذا هو الاعلام كاع تعلم واحد اخر والو هذه جو سوي كاتيغوريك فيها وي تاريخنا امازيغ نو سوم امازيغ ما نحبوش الاستعمار العربي ما نحبوش يبوزو على العرب ما نحبوش نكونوا دوله عربيه انا هذه قطعا ما كاش بصح ما نحبش كان نكون بلادي يحكموا فيها ناس من برا ويجيو يخربوا البلاد ويقسموها لي باسكو ماتوا عليها مليون شهيد تم هذاك عندنا حنايا الدين هذا الدين هذا نموتوا عليه باسكو خلاوه لنا جدودنا الرجال تاع الصح ديروها مليح في بالكم هذه باش تجي نتا تجتمع لي مع الكونغري امازيغ مونديال تجيب لي لوني ولي زون جي ما نعرف وشنو باش تضرب ماشي على ليبرتي د لالجيري على ليبرتي دو بوبل امازيغ برك اه وي اما نقولهم يعاونوك وروح امبوزي روحك في الجزائر شوف لكن انت راسك خشين حنا قالنا راسنا خشين حنا جزائريين ما استعرفوا لا بالعرب ولا بالامازيغ استعرفوا بالجزائر الجزائريه بكاع المكونات تاعها حبيت تبني الله يبارك حبيت تروح تجيب لوني وكذا روح تجيب لوني وتشوف وين يلحقوا كيما لحقوا خوتك في ليبيا تعرف كيفاش يلحقوا لوني شوف مليح الوغ يقول لك سيسيون دو لاسومبلي مونديال امازيغ على سويت دو ديفيرجونس انتر نوتامون ا بروبو دو لالتيرنونس ناسيونال دي بريزيدون لا اي لا ليميتاسيون دو دو موندا بور لو تيتولير دو سو بوست alors il y a entre 2008 et 2011 deux organisations portant le nom du Congrès mondial amazigh. L'une issue du 5e congrès et s'est déroulée à Meknès Maroc après son interdiction en Kabylie du 31 octobre au 1er novembre 2008 et dirigée par Belkacem Lounes binational algéro-français. L'autre dissident est issu d'un autre 5e congrès
à Tizi Ouzou, Algérie, est dirigé par Rachid Raha, binational maroco-espagnol, déjà président du CMA en 1999 et 2002, et vice-président en 2002-2008. Cette dernière a décidé, lors de son 6e congrès à Bruxelles, du changement et de dénomination de la refonte de ses statuts ainsi que de la création d'une nouvelle institution avec une qasmo alash leadership chkon wali hkom maintenant vous n'avez pas leadership chkon hkom c'est la politique pure et simple ça n'a rien à voir avec les darwa ou avec les berbères li hkom kursi ma habchi rouh hadi tabi'a ta suite à la terre c'est comme ça hay lik darbo tqasmo wahed darz wahed darz yama wahdo wahed darz yama ou tu t'imposes une terre comme via marocain espagnol y a rien mais les hadia c'est la meilleure هذاك drapeau هذاك amazigh il est plus dangereux parce que هذاك عنده un projet transnational فهمت يجمع البربر تاع الافريق دي نور كاع نور لكم يا الخوات شوفوا بلي عمل بعينيكم باش تعرفوا على المشروع نهضروا سماوه هذا اسامبلي مونديال امازيغ تعاودوا تقولوا الاسم ديالو اوكي كلا نروحوا ليه نقراوه دوك نجيكم باش تعرفوا مليح 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 ما تجوش تدرحوني انايا هذا استان ارتيكل خرج في كونغري مونديال امازيغ لو 17 افريل 2019 هذا ابل ا دي مارش ماسيف واش دايرين نوريكم في الارتيكل شنو هاد العلم تاع الماك ولا تاع الامازيغ هذا عند الامازيغ نو ماشي تاع الماك صح باش هذا العلم تاع الماك نهضر على العلم هذايا واش يمثل هاد العلم يقول لك لا ناسيون امازيغ دون سا ديفيرسيتي كوميمور شو 20 افريل 2019 لو 39e anniversaire du printemps امازيغ symbole de la renaissance amazigh et de la lutte pacifique pour le recouvrement des droits et des libertés fondamentales des amazigh dans les différents pays de Temzga, nord de l'Afrique et de la diaspora. Même si le mouvement libérateur est parti de Kabylie, en 1980, le printemps amazigh est devenu une date historique partagée désormais par tous les amazigh partout où ils vivent. Cette date est célébrée comme une victoire de la résistance amazigh contre le déni identitaire, les spoliations des droits et les injustices imposées au peuple amazigh par les pouvoirs inféodés aux idéologies arabo-nationalistes et islamistes importées. De fait, le cadeau islamiste importé. Donc, nous avons dit déjà l'islamisme. Alors, de fait, le 20 avril a été depuis de nombreuses années déjà consacré journée internationale à la résistance et de la marche des amazigh sur le chemin de leur libération. Comme chaque année, la célébration du printemps amazigh, qui met le printemps arabe, donc nous avons dit que nous avons dit que comme chaque année dans la célébration du printemps amazigh est l'occasion de rappeler que les maigres succès des amazigh ont été acquis au prix de leur sacrifice mesuré en centaines de morts. C'est-à-dire, عندك انت le printemps amazigh et le printemps arabe. عندك هادو ما داروها في فرنسا, هاد l'organisation en France, تاع الامازيغ, ou عندك l'institut du monde arabe فرنسا. C'est ma فرنسا, عندها l'institut du monde arabe sur le territoire تاعها, ou l'institut تاع الامازيغ. شتو؟ تيروا. Il revient alors au mouvement amazigh d'un Temzga, de tous les pays Temzga. En ce 39e anniversaire du printemps amazigh, nous devons une pensée particulière aux victimes du printemps noir de Kabylie et de la répression aveugle qui a frappé récemment les Rifains au Maroc et les Mzab en Algérie. Le CMA dénonce une nouvelle fois la Majoun. En Libye, les Arabes islamiques, Mnalek, les Libyens, les Amazigh, les Mcham, les Tonga, les Mati, les Kdafim, les Badar, les Hom. فهمتوا باش تعرفوا برك شو جي يقول هذا الباساج اللي امبورطون كاين دو باج امبورطون غران نقول لك بونطون كو لاجيري ترافيرس اون بيريود دو غران انستابيليتي بوليتيك هذا الاعلام هذاك واش يمثل هذاك الاعلام اللي كنت تقولوا له ما كان والو في تيرال برك بالك انتوما ما على بالكمش باسكو انتوما الغاشي هذاك يوتيليزيو عليه شاف هذوما اللي حاكمين باسكو الغاشي ما يقراش ما احنا بالوش كونغري مازيغ واش راهو يقول ولا يخرج بالاعلام يقول لك اعلام كولتيرال هذايا وما كاين والو بصح واش كاين مول هاد الاعلام على بالوش انا ننبهك نوريلك باش دوك تقول لي ايه على بالي وهذا هو البروجي ما كاع نعرفوا البروجي باش نقدروا نديروا له كما يقول لك ان بلان فهمتوا تبعوا مليح بلي هاد الحركة خرج لنا كاع زبل Pendant que l'Algérie traverse une période de grande instabilité politique provoquée par le régime totalitaire algérien, les amazigh de ce pays doivent saisir ce moment pour réfléchir à leur avenir collectif en tirant les leçons du passé.
quel que soit le système politique à venir. Il n'est plus question que les MSG continuent de subir la négation de leur identité, la marginalisation, le mépris, le racisme et la répression. Il leur appartient donc dès à présent de se concerter en vue de préparer leur propre projet, contenant des conditions minimales nécessaires à leur survie et à leur dignité et à leur bien-être, quelles que soient les divergences de point de vue. Il est urgent pour les MSG de retrouver la maîtrise de leur destin et de contrer les périls qui les menacent individuellement et collectivement. C'est pourquoi le CMA appelle le mouvement citoyen MSG, les organisations de la société civile, les personnalités de toutes les forces patriotiques MSG, à se réunir dès que possible dans le cadre d'une conférence générale qui réaffirmera le projet sociétal des Amazirs et de ce pays fondé sur l'amazirité, histoire, langue, culture et société. La justice, l'égalité, la sécularité, la démocratie et les libertés fondamentales. Pour les Amazirs, Barka, les Amazirs. Si tu vois, tu m'as dit, 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 بعد تقولوا لي انا اللي ندير الفتنه ولا قايد صالح يدير الفتنه، نور الفتنه راهي هنايا بدات هنا. تكذبوش عليا انايا، انا ما نسحق حتى واحد يسيبورتيني، انا ماني بوليتيسيان، ما نروح ليزيليكسيون، ما نخاف نخسر لي سياج، ما نخاف نخسر والو انايا، انا اللي عندي في راسي نقولو. سيتو هذا ما واحد يقول لي ديزابوني، واحد ديزابوني على روحك انايا ماشي مشكل، كي ديزابوني الفيديو تاعي رايحين يروحهم اليوتيوب يقعدوا. شوفهم سير. يقول دون الارشيبال كاناريان لو بوب اوتوكتون كاناريان كولونيزي دون لي ريشيس سون بيي بار ليتا اسبانيول دوا ايغالمون بوفوار اكزارسي سون دووا ا لوتو ديتيرميناسيون افان دو روتروفي سا سوفرينتي لو بوبل شمولي هنايا لو بوبل كيل دمشق دون لو بيي اي ديكوبي اربيترارمون بار لي فرونتيير دي زيتا الجيريان ماليان نيجيريان ليبيان شوفو موريتانيان اي بوركينابي اي ديبوسيدي دي سي تيريتوار تراديسيونيل ما حنا ولينا استعمار جبناها بالدم ولينا استعمار مملح traditionnel et ses richesses est exposé à toutes les formes de spoliation et de violence. Le Congrès mondial amazigh solidaire du Tel, Tamaqsh, du Fizzan, de l'Oudalan, de l'Azouar, du Lazouad, du Tassili تاع الجزائر et de l'Hogar. شوفوا مليح. Appelle instamment la communauté internationale à accorder sa protection à ce peuple fragile qui souffre, qui est menacé d'une mort lente. Dans tous les pays de Temsga, les États pratiquent la violence, les injustices et les mépris à l'encontre des Amazirs. Ces derniers doivent s'appuyer davantage sur la justice internationale et faire appel à l'assistance des instances internationales afin de les aider à faire valoir leurs droits individuels et collectifs à l'existence et à la sécurité. Le CMA, qui agit dans ce sens depuis plus de 25 ans, rappelle qu'il se tient aux côtés des mouvements Amazirs et des citoyens pour la concrétisation des progrès dans le sens de nos idéaux de liberté et de souveraineté. Le Congrès mondial amazigh s'associe à toutes les organisations amazigh pour appeler chacune et chacun à rejoindre les marches populaires de Tefsut amazigh 2019 pour appeler à tout durable à tous que rien de durable ne doit être construit dans les pays de Temsga sans amazigh. Communauté internationale, Drlo, Drogan Mstamar, Tassili Mstamara. Si le projet de la dislocation dans l'Algérie s'emparait. Qu'est-ce que le MAC? Le MAC, on parle que nous avons la cabine. C'est ce que l'Algérie nous découpe. La communauté internationale. Ou le djinn, tu as fait l'élam, tu as fait l'élam, tu as fait l'élam. Mais ça ne va pas, non. Jamais, tu as fait l'élam. Touché pour l'Algérie, touché. قول أمازيغي ضارب على كولتور تاعك على لونغ ديالك يا با دو بروبليم قريها في المسجد ماشي مشكل ديرها في كارتون ديتي ديرها على روحك أنا ليا أنايا ما على باليش بيا يا با دو بروبليم لا تنجم تخدم وتبني بلادك ودير واش حبيت يا با دو بروبليم دير خدم على روحك دير واش تحب بصح باش تجي تقول لي هاد الإعلام يمثل ليبيا وتونس والمروك والكناري وليجيبت وبوركينا فاسو والموريتاني والمالي وكذا هيا نقول لك روح تلعب على روحك هيا با جوي لوان على بالكم العسكر تاعنا كي يهضر على بالكم في بطل على بال واش راهو يقول ماشي غير على الرايه تاع القبائل الرايه تاع القبائل تاع الامازيغ والرايه نتاع نتاع الارهابيين هادوك كاع الرايات هادو حتى الرايه الفلسطينيه ما نرفدوهاش نورمالمون بعد عندي لكم فيديو سبيسيال واش كانوا يهضروا لي باليستينيين في الحركه هذايا
ويتراجعوا وما تردوش درابو تاعهم باش نوري لكم كون غالطين بزاف. عندكم فيديو سبيسيال على لي باليستينيان دخلوا قلت يسبوا في الغوفرنمون الجزائري يسبوا في بومدين. نعم نعم حابين تاكلوا البلاد شغل راباسيا اسلاميين امازيغ ما طيحش البلاد ما طيحش. كاين الجيش الوطني الشعبي ما كان لا مادة 7 لا مادة 8 معكم من دوما وبلي صا وبلي توما جايين بروجي ترانس ناسيونال والاسلاميين جايين بالبروجي غدوا يكسرونا مع الروس السلاح كاع تاعنا تاع الروس ويقفوا مع السيسي يصليو عليه ويعيطوا يقفوا معاه واسمو مرسي ويصليو عليه مجرم كيما هذاك. بعد لكم فيديو كان عيطوا الاجرام ديالو شنو هو مجرم بروفي لكم اللي فرمي جنوا مجرمين هذوما ومن يقلبوا كاع البلدان. الشعب الجزائري يصفق عليه ويقول لك العسكر تاعنا يدخل التكانات. علاش دخل التكانات؟ باسكو العسكر لازم يغير لا سيكيورتي تاع البلاد. اي بصح لا سيكيورتي تاع البلاد شكون تاعو يسمعوا ضاربينها في ليبيا والمالي. اي هذوك صحابكم انتوما الاسلاميين راكم تساندوا فيهم تصلوا عليهم كيموتوا. نو كيفاش يدخل الكازيرنا ويخليك البلاد ليك نتايا؟ انت راك مساندهم هذوك هذوك هما الدونجي راك مساندهم. انت تشي لا سويت تاعهم في الجزائر. كيفاش تحبوا العسكر يدخل؟ هاد الناس شوفوا شوفوا الجزائريين حرارة على الصح لي بريز الجيريان يحبوا بلادهم يحبوا يبنوا ان بي مودرن هكذايا توليرونس اي مودرن افيك اون ناسيون جديده افيك ان بوبل جديد واسمو الجزائر هكذايا يحبوا يبنيوا بلاد كيما هادية غير ردوا بالهم مليح 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 من هاد الناس. هاد الناس هما اللي راهم يخلوا العسكر يحكم في البلاد بهاد لي كومبورتمون تاعهم باسكو العسكر تاعنا لو كان ما شافش الخونه هادو داخل البلاد يطلق ما يخافش. بصح كي غدوا يطلق لك البلاد العسكر تاعنا وتجي انت تقول لي انا نحي لومباساد نتاع سوريا هكذايا انا ضد بشار الاسد تسمى ضد لا روسي دونك كي تجي ضد لا روسي تسمى حنا كيفاش السلاح ديالنا وكذا كيفاش حنا عندنا لي زاكور مع لا روسي جيوبوليتيك استراتيجيك ميليتار تسمى غدوا تمد البلاد لوطون يصفقوا لك كاع لوطون يقول لك بابا نحاول نروس من الجيري كانوا خايفين هكذايا باسكو الجيري فرونتيير تاعهم غير تما بك البحر ساعة راك في الاوروب يصفقوا لكم كاع وانتو تزاروين في دوامة. نو جامي عباك روز حين يخلوك جامي دلافي. كان جا هاد الناس اللي ما يهضروا على القائد الصالح ويهضروا على الجيش يقول لك خلي الجيش يروح الكازيرنا كان جاو صح عندهم بوليتيك يعرفوا يكارديو لي زاليونس اللي عندنا وكدا. هادوك الاخرين جايين يريبوا يقول لك حنا مع بشار الاسد مع جبهة النصرة تاع ادلب يجيب لالجيري كوم ناسيون يبي حل لي تيرورست ياهو ما عندهم لا ناسيون لا والو كلوشارة كاع قتالين ويجي يقول لك الجيش دخل الكازيرنا. هادو هما هاد لي زانتيغريزم هادوما كيما لي هادو لي بربر الامازيغ انتيغريست هادوما لي يحبوا ديسلوكيو البلاد وهاد لي زانتيغريست اسلاميك هادوما هادو هما اللي يخليو الشعب الجزائري تاع الصح اللي يحب بلادو اللي يحب البلاد ديمقراطيه اي مودرن يخلوه مسكين يحكم فيه الجيش. الجيش ما يقدرش يخليك باسكو لو كان جبد روحو الجيش يكرازيوكم هادو نوض ندير سيفيل سير اوفيسيال ومن بعد الجيش دراع يدخل. هاد لي زانتيغريزم يفو يتنحاو. الو كي تجي تحكي لي تقول لي الدرابو هذاك امازيغ ما فيه والو نو نو كاين خو جا بروجي موراه il y a un grand grand projet. شوفوا شوفوا هذاك الماتيري واش يقول مؤتمر الامه كيما انتم تقولوا البرينتون امازيغ والثورات العربيه. شوف كل روسيا هي كقوه ارثوذكسيه لها حصه ورصيد من الساعه وامريكا نفس الشيء. فهذه القوى الصليبيه الان هي في المنطقه الا انها تواجه تحدي غير مسبوق في تاريخ المنطقه في حاله كوم وشعوب العالم العربي لديها قدره على التضحيه الى حدود لا نتخيلها نحن والمعركه لا تحسب حسابات قطريه. اذا نظرنا الى ما يجري في سوريا واقتصرنا على قراءه المشهد السوري نحن لا نحسن القراءه لكن عندما نقرا المشهد كامه لا نعرف كيف الان نحن نعيد تغيير التاريخ من جديد. نحن الذين الان نزلزل هذا النظام الاحتلالي ليس نظام دولي. ايش نظام دولي؟ هناك نظام احتلال يحتل المنطقه باسم النظام الدولي وباسم الشرعيه الدوليه. كيما يهضروا
اللي يفدي الدرابو هذاك. لا ميم شوز هذا هو يقول لكم انايا ما يعطيكمش الماده 7 و8 تبوسوا عينكم. باسكو نتوما ماكوش حابين تبنوا جزائر جزائريه. كل واحد عنده بروجي ديالو. قولي الشعب خاوة خاوة ما كاش بنها خاوة خاوة ضد البوفوار. نقول لكم وي بصح غير يطيح البوفوار تولوا تاكلوا كي الكلاب. ما كاش من بعد ما كاش كيفاش تفهموا معاه راح البوفوار كاع نحيتوا كاع روحوا كاع نحبسوا اللي قتلوه تقتلوه اللي تحاسبوه تحاسبوه تقعدوا اوتور دون طابلة كيفاش ديروش ديسكوتيو على الماج على الماج. ما تفهموا لا على اللغة ما تفهموا لا على الناسيون ما تفهموا على والو. واحد فيكم ما شاف رصاص فوق راسو والدم تاع الاستقلال هذاك. كل واحد عنده بروجي مساند من الاكستيريور دروا دو لوم من لانات كامل 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 وتقيدو مسكين في الشعب اللي ما يعرفش تلعبوا له على العاطفه الاسلام والامازيغيه. نو اوبليي سا مي زامي فورغاريت كيما يقولوا لي زاميريكان ولي زونغلي انسى انسى. الله واحد عبالكم انا يا كيما تطبلوني يشطح لكم. لا 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 انا عندي دي برانسيب. الجزائر ما توشيهاش انت امازيغي ولا انت عربي ولا انت اسلامي ولا انت ديمقراط لا واش حبيت تي توش با لالجيري. لالجيري بنوها ولادها هما اللي بنوا الجزائر كيما ولادها جابوا الاستقلال كيما هما اللي بنوها. فهمتوا هذا هو البرانسيب. كي تقولوا انتم ال زعما لي زعاب ومزيلمون قدامنا ليك شكون اللي خدع شكون اللي خدع القبائل شكون اللي خدع الامازيغ. ما كاش خداعين تاع اللي خدعوا اللي خدعونا جدودنا كيما جدودنا حنايا. لي بلي غران خداعين اللي خدعوا الجزائريين من الامازيغ لينا حنايا امازيغ في روحنا ديجا. اسمع مليح بادي الصنهاجي اسمع شوف وفي اعيان هذا بادي الصنهاجي شوف مليح ابو مناد باديس جد من باديس هكذايا ابو مناد باديس بن منصور بن بلكين بن زيري بن مناد الحميري الصنهاجي ولد المعز بن باديس الاتي ذكره ان شاء الله تعالى وبقيه نسبه مذكوره في حرف التاء عند ذكر حفيده الامير تميم. كان باديس المذكور يتولى مملكه افريقيا نيابه عن الحاكم العبيدي المدعي الخلافه بمصر. ما كان هو حاكم باسم الفاطميين العبيديين اللي جاو طيحوا اكبر دوله ديمقراطيه وكان في الله ليبرتي اللي كانوا عايشين فيها كاع الاديان وكانوا عايشين فيها كاع كيما يقول لك المكونات كاع بالعالم يجد بارتو كاع الاديان وكاع كاع اللي زيتني كامل هي الدوله الرسطوميه اللي قعدت ان سيكل 500 زون هو اللي كان عاون الفاطميين باش طيحوها ويحكموا الفاطميين في البلاد. بمصر ولقبه الحاكم نصير الدولة وكانت ولايته بعد أبيه المنصور وتوفي أبوه يوم الخميس لثلاثاء خلصون من شهر ربيع الأول سنة 86 و300 بقصره الكبير خارج مدينة صبرا ودفن فيه. وكان باديس مذكور ملكيا ملكا كبيرا حازم الرأي شديد البأس إذا هز رحابه رمحا كسره. ومولده ليلة الأحد 13 ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة 74 300 بأشير المذكورة في ترجمة إبراهيم. دونك هدايا جد بن بادي صنهاجي أمازيغي وقف مع العبيديين طيحوا أعظم دولة في الجزائر اللي خامت تاع البربر. دارها واحد فرسي ابن رستم ضربوا به القبائل كاع تاع الأمازيغ وداروا دولة صحيحة طوليرونس كلش. شاهدين عليها العالم كانوا جودو بارتو يعيشوا فيها من كاع البلدان كانوا اللي قال يهربوا الدوله الرسطوميه في الجزائر. يقول تما كاين لا ترونكيليتي يا خويا نصلي نقدر نكون يهودي نقدر نكون فرنسي كريتيان نجم نكون كلش. واليوم حبيتو تجو تجيبو لوطون توما كيما هو جاب الفاطميين يا اخي مي سافا با نو سافا با نو. حنا نو سومي نوفا جينيراسيون دان الجيري جديده. شوف جينيراسيون جديده كاع التاريخ تاعنا نقراوه للتاريخ بصح حنا نبنيو حاجه جديده ما بناها لا باديس لا فاطميين لا رسطوميين لا فرنسا لا الترك لا العرب لا حتى واحد. جزائر بير مات ان الجيريا هكذا نحب انا. ما تحكيليش الحكايات هذوك تاع بكري نحب دوكا وري للقدام
واش راح ندير فيه باش نبني البلاد؟ ماشي تجيو تغنتقوا لي بعلام هكذا تركطوه وتردوه علام تاع كروند ناسيون. واش من كروند ناسيون؟ واش من كروند ناسيون؟ هاكو تشوفوا كيفاش نخبت. ومن بعد يسولد ولد وحفيد وروح كامل يقول لك الشعب الجزائري مسلم والى العروبه ينتسب، والاسلاميين يضلوا يحضروا بها والعروبه هذوك صحاب العروبه يضلوا يقولوا بلو باديس قال يا خويا بلو باديس اللي قال كشفتوه انتم بلي بابا حركي هو حركي كما كانت على فرنسا لو كان ماشي انا كشفتوه لكم انتم تقولوا احنا نعرفوا نطحن نضربوا تعرفوا غير تعيطوا برك هذا ما كان تعيطوا والغنى سيتو كان ماشي الجيش كنت تهضروا عليه كان مكناوكم من الزراب والاسلاميس كما كتهضروا كان مداو داو بناتكم كاع سبايا فهمتوا اليوم تو تهضروا على خالد نزار وتهضروا على توفيق وتهضروا على العسكر والجيش وتسبوا الجيش وتسبوا كدا بوفوار اساسان تعرفوا انتوما البوفوار رماكم هادوما الكونغري مونديال امازيغ رماكم على راسكم ودوكا راهم يهضروا بكم بلي ماتوا كدا دي سونتان دو مور بيان سير باش يروحوا يعطاكو فلوني الدوله الجزائريه باش يكسرها وتجي تحكي لي ليا تقولي ديزابوني ديزابوني على روحك بيزابا مهبولي ديزابوني ديغاج ديغاج كي انت كي كالغاشي هذاك واش عم بالكم راح نحللكم ولا اوكان بروجي اون دور دي فرونتيير تاع لاجيري ما يطلع في الجزائر والو 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 حتى الديمقراطيه اللي نديروها نديروها لوطمانيا ما نديروش على المانيا تاع الاوروب فهمتوا هذا هو انا الخدم ديالي اللي عجبو الحال عجبو اللي ما عجبوش الحال ما يشوفش الفيديو سيتو هذا ما كان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وتهلاو في روحكم هكذايا نقعدوا جزائر جزائريه جديده ناسيون جديده فهمتوا السلام عليكم.